يا هلا ومرحبا فيكم من جديد متابعينا من قلب البيت الزجاجي لسيدتي بوليفارد رياض سيتي. وضيفتنا اليوم هي من أوائل خبيرات المكياج السعوديات، وضعت لها بصمة في هذا العالم، إنها خبيرة الميك اب منى النعمان، اللي يسعدني إني أرحب فيها وأتكلم معها عن تفاصيل كثيرة عن الميك اب، وتحديدا عن اهتمام السيدات في هذا العالم. هلا وسهلا فيكي منى. اهلا وسهلا فيك يا حبيبتي، نورتينا. منوره بوجودكم. الله يسلمك. كيف ملاقيه البوليفارد؟ انا منبهره، هذه يعني اقل كلمه اقولها، منبهره. ما توقعت كذا ابدا، يعني التصوير ظال ممره. يعني الناس اللي دخلت في السوشيال ميديا وجات تصور مو زي ما العين تشوف، صح؟ عشان كذا انصح السعوديه كلها تجي الرياض. والبيت الزجاجي لسيدتي. والبيت الزجاجي صراحة، يعني أنا لما دخلت قاعدة أقول فين البيت الزجاجي، لما شفته بهرني، حلو كيوت كذا، وفي فايبس حلوة، في روح حلوة مرة مرة مرة، ذوقه ناسبني. وانتي أضفتي له روح حلوة زيادة أكثر. حبيبتي روحك هذه. الله يسعدك منى. أنتي ما شاء الله تبارك الله لك 16 سنة في عالم التجميل والميك اب. نبغى نعرف إيش الفرق من هذيك الفترة إلى الآن على الصعيد المهني، على صعيد الميك اب ورسم الميك اب وكل هذه الأمور، إيش اللي فرق من ذيك الفترة إلى الآن؟ يعني ما أحب أقول لك إنه هذا كان ميك اب وهذا كان ميك اب. يعني اختلف 180 درجة، ما يتقارن. يعني احنا كل مره نقول احنا كل سنتين نغير شيء في الميك اب، ما بالك انت من 16 سنه الى اليوم، فتغير اشياء مره كثير، كتكنيك، ككل شيء، كل شيء تغيرت، مفاهيم الميك اب بطريقه يعني بطريقه مو طبيعيه في كل الميك اب، في كل شيء، من تاسيس الى تكنيك العين والميك اب بصفه عام. طيب، وعلى صعيدك المهني انت كوحدة خبيرة في الميك اب شغالة في هذا المجال، ايش اللي فرق معك برضو؟ فرق معايا انه خلاص انا صايرة، يعني مجرد ما العروسة ولا الزبونة ولا الوجه يجيني، انا يترسم في مخي خلاص، اعرف انا ايش اسوي لها بدون ما اخذ وقت معاها او حتى اسالها، انا اعرف ايش اسوي خلاص. ما شاء الله، حلو. فصار هذا عن طريق الخبرة والوقت، هذا يخليك انت يصير الموضوع سهل مره بالنسبه لك. انت اساسا ليش استهواكي عالم الميك اب والتجميل؟ احب التحدي، احب اشوف واحده حلوه، احب ابرز جمالها كذا، تلاقيني عيني يعني تلفتني مره، اشوف الانسان قدامي، الله لو اسوي لها كذا، لو اسوي لها كذا، فبيجيني هذا الشعور تلقائيا مع اي احد اشوفه. حلو. طيب كيف طورتي نفسك؟ يعني ذاك الوقت ما كان في سوشيال ميديا، ما كان في الأمور هذه كلها، كيف أنت اشتغلتي على نفسك أكثر وأكثر؟ شوفي، حبك للشيء اللي أنت بتقدميه أو أنت بتسويه حيخلي عندك شغف وفضول، وبيخلي عندك حب الاستطلاع، يخلي عندك أنك أنت بتطلعي أجمل ما عندك. فمدام أنت تحبي الشغل اللي أنت بتقدميه في أي مجال، أعرف أنك أنت حتبدعي فيه. حلو. وبتسوي الميك اب على طلب العميلة ولا على اللي انت تشوفيه حلو؟ كان زمان هذا على طلب العميلة. الحين العميلة تيجي، الحمد لله، يعني وصلت لمرحلة انه حقيقي تيجي العميلة تقول لي منى سوي اللي انت تبغيه. حلو. فوصلت للمرحلة انه الثقة العمياء، احنا نحب ذوقك، سوي اللي تبي تسويه، احنا جايين عندك عارفين انت ايش حتسوي. فما صار في طلب زبون او طلب عميله. قديش بتاخذ خبيره الميك اب فتره حتى تعرف هذا الوجه ايش يناسبه وهذا الوجه ايش مناسب له؟ ما لها فتره معينه، ما احس انها لها فتره معينه، ولا انا اعرف انا كم اخذت فتره عشان وصلت للمرحله هذه. ممكن واحده تبدا من سنه هي عندها الذكاء والفطانه هذه، اللي تعرف كيف تتصرف، كيف تعرف كيف تشوف الشيء حلو. وفي ناس عندهم يكونوا سنين في المجال، يمكن كمان أقدم مني، بس ما عندهم الـ إنه كيف تستوعب، كيف لا أعمل كذا أعمل كذا، لا عندهم خلاص ميك اب، يعني أنا أحط ميك اب هذا اسمه خلاص أنا حطيت ميك اب. هذا تجي بالفطرة، أنت كيف عيونك إيش تشوف مدى أبعد كذا. حلو. طب خلينا نعطي نستغل وجودك معانا اليوم ونعطي كذا بعض الأسرار المتابعين سيدتي في عالم الميك اب. أول شيء خلينا نبدأ بالترند، إيش الترند الحين الدارج في المكياج؟ شوفي، الترند
أنا بوجهة نظري أنا اللي أشوفه هو ترند مثلاً إنه يكون ويت لوك في الصيف، مات لوك في الشتاء، الأشياء هذه، وأنت عاد على حسب لبسك إيش تسوي. بس أنا بالنسبة لي الترند يعني الترندي إنه أهم شيء يكون مكياجك نظيف، وأنت على حسب لبسك. يعني مثلاً نقول أنا في الفترة هذه أنا قاعدة بسوي للفنانات في مهرجان البحر الأحمر، فكل وهم ريد كاربت، فأنت تحتاجي إنه مكياجك يكون نظيف مع كل الكاميرات، مع كل الإضاءات، سواء كانت في إضاءة ولا ما في إضاءة، كيف يكون المكياج في كل الأحوال نظيف. هذا أهم شيء عشان يطلع اللوك إيش ما سويتي حلو. يعني مثلا الفنانة أو الممثلة كانت لابسة شيء أوفر ولا لون فلاشي ولا جليتر ولا شيء، أنت كيف تعرفي أنك أنت مثلا خلاص هنا فلاشي، أنت ما حتستخدمي في العين أشياء ثقيلة أو أشياء كمان فيها جليتر. فأنت أنا ما عندي شيء تريندي، عندي كيف الوحدة تطلع بمكياج نظيف، بمكياج يجلس فترة طويلة ويناسب اللوك أو الشكل الكامل لإطلالتك. للإطلالة، حلو. طب خلينا نقول أو نتكلم عن كيف يجلس الميك اب فترة طويلة، وخاصة الفونديشن. كيف ممكن نخلي الفونديشن يقعد فترة طويلة؟ طيب أنا جاني السؤال هذا كثير في السناب وفي الانستغرام وما رديت لسبب واحد، يعني قلت حرد مرة واحدة عشان كل المتابعات، سواء متابعات سيدتي أنا حنقول لكم على متابعة على سيدتي عشان الكل يشوف مرة واحدة. الأساس عشان يظل فترة طويلة ما في براند معين، يعني أنا ما أقدر أقول اسم براند معين وأظلم الباقيين. على حسب بشرة كل ممثلة قدامي أو كل فنانة قدامي أو كل بشرة قدامي أنا لازم أتعامل معها. على سبيل المثال أنا أول شيء لازم أهيئ البشرة، تكون البشرة نظيفة، تكون مرطبة الترطيب المناسب لكل عميلة أو لكل وجه. يعني إذا كانت بشرتك دهنية أنا ما أجلس أدهنها بزيادة، بعدين إيش حيصير؟ بتلمع وكذا، فالميك اب ما حيظل صح. وإذا كانت البشرة كمان جافة وإنت حطيتي لها شيء بيمتص الدهون حتقشر معاكي وحتصير. فإنت لازم تتعاملي مع البشرة صح من البداية، كيف تهيئيها حيجلس الفونديشن فترة طويلة مرة معاكي. أهم شيء التهيئة من البداية من الأساس. بعد كذا إذا عرفتي للبشرة، عرفتي إيش نوع البشرة، وعرفتي كيف زي ما قلت لك تهيئيها، حيظل معاكي يعني أقدر أقول لك 16 ساعة. حتى لو بدون مثبت ميك اب؟ حتى لو بدون مثبت ميك اب. طبعا أنا أستخدم مثبت الميك اب، بس الأساس والتهيئة أهم خطوة أنا عندي في المكياج عشان يجلس فترة طويلة، خاصة أنه أنا بسوي عرايس. العرايس مع التوتر البشرة تلمع، تفرز دهون، الحركة الكثيرة، الروحة والجية، هذه كلها تخلي إحنا دائماً إيش نقول؟ كنا زمان قبل يكون في الكريمات والأشياء هذه اللي تهيئ البشرة، كنا نقول لها أجلسي في مكيف عشان لا يسيح الميك اب. الحين لا، صار في اللي هي الأشياء هذه البرايمرز والكريمات اللي هي تهيئة البشرة عشان تحافظ على أساس فترة طويلة. حتى كريمات الأساس لازم تكون من براندات معروفة وتناسب كل بشرة، فحيجلس معك الأساس إلين الليل بدون ما يتشقق ولا يصير له ولا شيء. ممتاز. طيب خلينا نتكلم عن الألوان الدارجة الحين، إيش هي؟ الألوان الدارجة دائماً الناس بتعتمد على الألوان اللي تكون هادية، ما هي مزعجة، ما هي ثقيلة. بس إحنا دحين بما إنه دخلنا الشتاء فبيعتمدوا كثير على الدراماتيك لوك. في ناس ممكن بيعملوا مش الويت لوك، الويت لوك حلو في الصيف، إحنا الحين الحلو إنه نكون داخلين على شتاء فمات أحلى. فعلى حسب لبسك، بس هو دائما خلينا على المات في الشتاء افضل. طيب خلينا نتكلم عن الحواجب وكيف رسمة الحواجب، وكثير عاد الحواجب لعبتي بيحتاسوا فيها، خاصة إذا فيها فراغات، كيف يرسموا، كيف يحطوا الخطوط من قدام ولا اخليها رسمة واحدة. هذا المهم بالنسبة لي. برافو عليكي، شكرا على السؤال هذا. شكرا. طيب بالنسبة للحواجب، في ناس كثير بيقولوا منى انت سويتي في التوتوريال ولا في اي مكان الرسم سهل معاكي مره، وبترسم شعره وثابت واللون واضح. طب احنا سوينا زيك، ليش ما صار؟ اهم حاجه
في الجلد لما تيجي ترسم في القلم شعرة لازم ما يكون دهن ابدا، يعني مكان الحاجب ما تحطي كريم طال عمرك. بس هذا الشيء اللي دائما يغلطوا فيه، يعني انت في يوم من الايام ابغاك تسوي كريم في حاجب، انت لما تدهني وجهك حتحطي مع الحاجب مع سلطات ومع بابا غنوج. جربي الحاجب ما تلمسيه ابدا، وتتاكدي كمان انه يكون مره ناشف، يعني تمسحيه مضبوط بتونر بشيء انه يكون حقيقي ناشف، وارسمي فيه القلم اللي هو شعره حيترسم وحيكون مره ثابت، عكس لما ترسمي على شيء فيه كريم محدد، فيه كريم فيه شيء، هل حيكون واضح؟ ما حيكون واضح صح. يعني حتحسي انه هيفرق. ايوه الكريم يعني دهن كريم. ما حيثبت فيه اي قلم. طب انت بترسمي بالقلم ولا بتفضلي انا احب اللي يجي كذا قلم شعره ايلاينر، في حال انه في فراغات ايوه انا ارسم، بس كمان اعبي شويه ممكن يا بشدو يا شيء انه ما خليه يبان مره شفاف. يعني احيانا بيرسموا بالكريمي وبيستخدموا الريشه هذه المره، لا ده زمان وقبر. شفتي لما انت قلتي لي في فرق بين زمان ودحين على الميك اب، هذه من الخطوات اللي كنا نسويها زمان وعلى طول كنا ندور الجل حواجب وكذا، الحين لا، صار لازم يكون فيري ناتشرال، يعني رحنا للناتشرال اكثر، ما صار فيه الحاجب اللي شكلها كذا شادو كامل. ايوه طيب نتكلم شويه برضو، تكلمنا عن الاساس، عن الحواجب، عن العيون. هنا عاد الحريم كمان بيحتاروا برسمه العيون، ايش اصعب العيون رسم من وجهه نظرك؟ سؤال محير. يعني انا بالنسبه لي عشان خلاص يعني تعرفي اعرف يعني تعرفي العيون سهل. أيوة. بس بحاول اشوف ايش اللي من جد صعب. شوف العيون الصعبة في الرسم اللي دايماً كمان تجيني أسئلة عليها اللي تكون فيها نزلة. هذه النزلة دايماً الناس بتغلط فيها، يعني بتخلي بنقطة ميك اب زيادة ممكن تنزل العين بزيادة تخليها ناعسة. فالزبونة أو أي وحدة تتضايق إنه كان شكلها بدون ميك اب أحلى. فيعني نحاول قد ما نقدر انه نشتغل بتكنيك انه ما دام فيها نزله نحاول نرفع العين، نسوي التكنيك اللي هو مناسب لكل عين، بس ان شاء الله ما في شيء صعب. يعني والعين الصغيره تتكبر والغايره تتوسع. ايوه يعني على كذا كل العيون صعبه، بس انه كيف تتعاملي مع كل عين. اكيد. وما شاء الله يمكن اليوتيوب عالم واسع فيه كثير من عالم كثير مره. أيوة بالضبط. وانت ما شاء الله بشوفك بتسوي توتوريال كثير، بتعلمي توتوريال خاصه العيون المبطنه عندي، بما انه عيني مبطنه فدائما بسوي لهم توتوريال ايلاينر للعين المبطنه. فكثير لما اقابل اي احد يقولوا لي اتعلمنا منك الايلاينر، شوفي صح. عشان العين المبطنه ما شاء الله. منى سويتي الان مؤخرا لمهيره في مهرجان البحر الاحمر، وسويتي ايضا ل الكل سال عن مهيره مع الجليتر مغربي الفنانه المبدعه. ومين حابه تسوي مستقبلا؟ مين في بالك او تتمني انك تسوي لها مستقبلا؟ ما شاء الله انا في الموسم هذا او المهرجان هذا انا سويت للجميله مهيره عبد العزيز، سويت كمان لميساء مغربي، سويت لإنجي كيوان، وفي إنجي كمان ما شاء الله تبارك الله لأنه مرة كثير. أي حلو. مقدم إنجي مقدم جميلة الروح وكل شيء ما شاء الله، الله يحميها يا رب. في كمان كلموني كثير فنانات بعدهم إنه حابين، لأنه حفل الختام الحين يوم 13، فإن شاء الله بإذن الله راح حتشوفي فنانات بإذن الله قريب. بس مين أنت اللي تتمني أنك تسوينها؟ تصدق أنه أنا عكس الناس، الناس دائماً يتمنوا الجميلة. أنا لا، أنا أتمنى اللي عيونها تكون صعبة، ما عندي أحد معين، بس يعني أنا أحب فنانات الخليج. فنانات الخليج أحب مرة نفسي أسوي ليسرى لأنها تشبه ماما. ما عندي اسم معين، انا احب الكل. اي ما شاء الله، احنا نتمنى لك كل توفيق منى النعمان، وشاكرين وجودك معنا اليوم وتلبيتك دعوه سيدتي. انا اشكركم على انكم خليتوني اكون في المكان هذا،
حقيقي يعني كان شيء مرة فخر بالنسبة لي. أنا بنتكم من زمان طبعاً، سيدتي من أيام زمان وأنا معاكم، فشكراً لكم على وجودي معاكم. شكراً لك منى، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك يا رب. بهذا متابعينا نكون وصلنا لختام هذا اللقاء، نشكر لكم طيب المتابعة، مع السلامة.